مكملات المنهج، لازم تعرف حاجة مهمة جدا. عندنا ثلاث دروس اتكرروا كتير في ثانوية عامة: اسلوب الاختصاص، حالات توكيد الفعل بالنون، اسلوب التعجب. طبعا انا كاتب لك تحت كل درس بعد ما اخلص الاسئلة اللي جت في ثانوية عامة بالتواريخ بتاعتها. يعني مثلا على سبيل المثال التعجب هنلاقي جت 6 مرات من سنة 2000 ل 2013. 6 مرات في 12 سنة معنى كده ان هو بيجيبه سنة ويعدي سنة، فده معناه ان هو درس مهم. طالما ورد في الثانوية العامة اكتر من 6 مرات في الثانوية العامة، ده معناه ان هو درس من دروس مهمة في الامتحانات. اسلوب الاختصاص، الصبورة معايا افكرك بيه من سنة تانية، هو اسم يذكر بعد ضمير المتكلم او ضمير المخاطب. ضمير المتكلم او ضمير الايه؟ لبيان المقصود منه. اسمع لبيان، بجيب ضمير متكلم او ضمير مخاطب اهو، سواء اقول انا ونحن او انت وانت وانتما وانتن الى اخره. اما اقول اسم بعده يبقى ده اسمه مختص. يبقى المختص هو اسم يذكر بعد ضمير المتكلم او ضمير المخاطب. اسم يذكر بعد ضمير المتكلم او المخاطب. اعرابه ملوش غير اعراب واحد ما بيتغيرش، وده حاجه حلوه. مفعول به لفعل محذوف تقديره اعني او اخص او اقصد. اسمع اعراب المختص. ها، مفعول به لفعل محذوف تقديره اعني او اخص او اقصد. بص كده، انا المعلم ارب النشأ. بص كده، انا المعلم جبت ضمير متكلم وقمت جايب بعده على طول كلمه المعلم اللي بين شرطتين ده يطلق عليها كلمه المختص. واعرابها مفعول به لفعل محذوف تقديره اعني او اخص او اقصد. كلام جميل وكلام زي الفل. يبقى الكلمه اللي بعد ضمير متكلم او ضمير مخاطب هقول عليها المختص. اجي اقول لك استخرج مختص، تبص على الكلمه اللي بعد ضمير متكلم وضمير مخاطب. ودايما بيبدا بيها الجمله، يعني دايما بيبدا القطعه نحن العرب، جت في امتحان كتير هتشوفه في الواجب، نسعى جاهدين لتحقيق السلام. كلمة العرب اللي بعد نحن ده هي دي المختص. اعرابها اعراب ثابت زي ما اشتغلناها. يجي في الامتحان يقول لك استخرج مختص واعربه وبين نوعه. نوع المختص سهل جدا، المختص بيكون حاجة من 3: 1 محلى بألف ولام. اسمع، محلى ها؟ ان يبقى في ألف ولام كده في بدايته. نحن العرب نسعى جاهدين لتحقيق السلام. فين المختص؟ كلمة العرب. نوعه محل بألف، ها؟ محل بألف وإيه؟ إعراب العرب، ها؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أخص أو أقصد. كلام جميل، مفيش كلام، يبقى نوعه محل بألف ولام. أجي أقول لك نحن المصريين نسعى للتقدم. أسمع، نحن ها نسعى للتقدم. فين المختص؟ المصريين. نوع المختص محلى بألف ولا مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أخص. تقديره أعني أو أخص أو أقصد. بس خلي بالك المصريين هيبقى منصوب بالياء عشان جمع ها مذكر سالم. النوع الثاني للمختص مضاف إلى معرفة، إن يجي نكرة وبعدها كده معرفة. نحن معاشر الأنبياء. أسمع الحديث، نحن معاشر لا نورث وما تركناه صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن إحنا كمعاشر الأنبياء ما نتورثش أبدا، ما حدش يورث النبي. وما تركناه يوزع على الفقراء والمساكين. طب هو ليه أصلا معنى الحديث؟ بقولت يعني أما تورث النبي حد من عيال النبي أو من عيلة النبي، طبعا ما فيش ذكور لسيدنا محمد عشان ما يبقاش فيه توارث للايه؟ للنبوة. لو أنا بقى معايا السيف بتاع النبي والفرس بتاع النبي والسهم بتاع النبي، خلاص أنا النبي، خلي بالك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة. شوف كلمة معاشر الأنبياء، المختص أما أجي أقول لك تطلعهولي تطلع لي معاشر الأنبياء على بعضها. نوعه مضاف إلى معرفة، النوع الثاني مضاف إلى معرفة. لما يكون كلمتين يبقى مضاف إلى معرفة. تعرف لي معاشر لوحدها، مفعول به لفعل محذوف تقديره أو أقصد. الأنبياء مضاف إليه مجرور بالكسرة، الأنبياء مضاف إليه مجرور بالكسرة. كلام جميل. نحن أبناء مصر نعمل من أجل التقدم. أسمع المختص، نحن أبناء مصر نعمل من أجل. فين المختص؟
مختصات أبناء مصر. فين المختص؟ نوع المختص مضاف إلى معرفة. نوع المختص طب اعرب لي كلمة أبناء. ها مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أخص أو أقصد. طب مصر تعرب إيه؟ مضاف إيه؟ مصر تعرب إيه؟ النوع الثالث والأخير في المختص وبنتهى الكلام لفظ أيها وأيتها. أسمع لفظ خلي بالكم المختص مش الكلمة اللي بعد أيها وأيتها، المختص هي كلمة أيها وأيتها، لأن الكلمة اللي بعد أيها وأيتها نعت مرفوع اللي بنقول عليها صفة إيه مرفوعة. يبقى المختص هو لفظ أيها وإيه وأيتها. بك أيها المسلم ندخل الجنة. أسمع بك ها ندخل الجنة. شوف اما قلت بك أيها المسلم فين المختص؟ أيها المسلم تطلع الكلمتين. فين المختص؟ ها تفصص لي أيها دي الحتتين أي والها. أي والإيه والها. أي مختص مبني على الضم. أسمع مختص ها في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أخص. في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أو أقصد. والهاء للتنبيه. والهاء للتنبيه. والهاء للتنبيه. أيها هي أي هي الكلام. أي ده المبنية على الضم ده هي الكلام. إنما الهاء دي للتنبيه ملهاش نصمة. طب المسلم اللي بعديها ده نعت مرفوع بالضمة صفة مرفوعة بالضمة زي ما أنت شايف. أجي أقول لك نوع المختص تقول لي لفظ أيها. طب لو قلت بيكي كسرت الكاف. بيكي أيتها المسلمة ندخل الجنة. أسمع تاني بيكي ها ندخل الجنة. نفس الكلام أطلع لي أيتها المسلمة. تعال كده نجزأ أيتها. أي ها مختص مبني على الضم في محل نص مفعول به لفعل محذوف تقديره والهاء ها للتنبيه. والهاء للتنبيه. والهاء للتنبيه. طب أيتها فيها التاء. والتاء للتأنيس. والتاء للتأنيس. طب المسلمة ها صفة مرفوعة بالضم. المسلمة يتنوع الاسم المختص بين ثلاثة أنواع. يتنوع الاسم المختص بين ثلاثة أنواع. إما أن يكون محل بألف وإيه ولا محل بألف وإيه أو مضاف إلى معرفة أو مضاف إلى معرفة أو لفظ أيها وأيتها أو لفظ وما بعدهما صفة مرفوعة وما يأتي بعدهما صفة مرفوعة. في صعوبة في الكلام؟ إعراب المختص كلمة واحدة لازم تركز على الثلاث جمل. نحن العرب محل بألف ولا نحن أبناء الوطن مضاف إلى معرفة. بك أيها المعلم تتقدم الأمم. يبقى لفظ إيه يا ابني؟ أيها. أما تيجي كده تجزء أيها في الإعراب تقوم عامل شرطة كده ما بين أي والهاء. مختص مبنى على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أخص أو أقصد. والهاء للتنبيه. والهاء للتنبيه. أيتها اللي بيزيد عليها التاء فأقول التاء للتأنيس. صعب الكلام؟ تمام. طبعا أنا بقول المختص في أول الكلام هو اسم يذكر بعد ضمير المتكلم أو المخاطب لبيان المقصود منه. ضمير المتكلم أنا نحن أنت أنت أنتما أنتم أنتم كل ده اسمه ضمير مخاطب. دي اسمها ضمير مخاطب. إنما ما ينفعش مختص يجي بعد ضمير غائب. فيش حاجة اسمها ضمير غائب. يعني ما ينفعش أقول أنا المعلم دي مختص. ما ينفعش أقول هو المعلم. لا أنت دخلت في قصة بقى تانية مبتدأ وخبر وكلام تاني خالص. فأنا في الآخر قمت قايل ضمائر المتكلم وضمائر المخاطبة عشان طبعا تتوجه على الحاجات بتاعت تانية فأنت ابتدائي ما تعرفهاش. أنا ونحن أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتم كل دي اسمها ضمائر مخاطب. وأنا ونحن اسمها ضمائر إيه؟ متكلم. أما المختص لا يأتي بعد ضمير غائب. المختص لا يأتي ها مفيش حاجة اسمها هو كذا وهي كذا. مفيش الكلام ده خالص. ده أنت كده دخلت بقى قصة مبتدأ وخبر مش مختص ولا مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أخص أو أقصد. مفيش الكلام ده خالص. أمنا بالله. لفظ أيها وأيتها لاحظ إن لازم يجي قبله ضمير عشان يتعرب مختص عشان تقول مختص مبنى على الضم إلى آخره. لو ما جاش قبله ضمير أنا بعلم أي منادى مبنى على الضم وخدناه في الوحدة السادسة يا أيها. أو أقول لك أيها الطالب اجتهد. كلمة أيها هنا مش مختص لأني ما جبتش ضمير قبلها. ده هنا كلمة أيها ده منادى مبنى على إيه ها على الضم. ده منادى مبنى على إيه
لابد من وجود ضمير قبل لفظ ايها وايه وايتها. صعب الكلام؟ هسأل سؤالين عشان ننهي المختص. اول سؤال، حد يقول لي انواع المختص؟ محلي بألف مضاف الى معرفة لفظ ايها. طب اسمع اعراب المختص. مفعول به لفعل محذوف او اخص او اقصد. اسمع تاني، اعني او اخص. في صعوبة في الكلام؟ كلام جميل. من الدروس برضو الظريفة في الامتحان والسهلة واللي بتجي في الامتحان وسهلة جدا، حاجة اسمها حالات توكيد الفعل بالايه؟ بالنون. خلي بالك معايا، حالات توكيد الفعل بالنون يجيب لك الفعل، وده كان من الدروس السهلة بالنسبة لك في سنة تانية ثانوي، ويقول لك اكد الفعل بالنون. ركز معايا، ينقسم الفعل الى ثلاثة انواع. واحد، الفعل الايه؟ الماضي والامر والمضارع. اسمع، الماضي والامر. اما اجيب لك فعل ماضي سمع وفهم واكل وشرب وشرح واقول لك اكده بالنون، واخد بالك من كلامي؟ اكده بالايه؟ تقول لي الفعل الماضي لا يؤكد بالنون. اسمع، الفعل الماضي لا يؤكد بالنون. فيش حاجة اسمها سمعنا وشربنا واكلنا، فيش كلام ده خالص. إذن الفعل الماضي لا يؤكد بالنون، الفعل الماضي لا يؤكد بالنون. أدي حاجة ممكن أضحك عليك. أضحك عليك إزاي؟ أو جايب لك فعل ماضي وأقول لك أكده بالنون، فأنت تقوم قايل لي لا يؤكد، ها؟ فأو جايب لك فعل ماضي وأقول لك أكد الفعل وما أكتبش كلمة ها بالنون. الفعل الماضي يؤكد بقد واللام أو لقد. والله لقد هان كل شيء الا الكرامه. يبقى الماضي بيؤكد بايه؟ بلقد. لقد سمع الولد صوت الطائر. اسمع، لقد سمع الولد صوت الطائر. شوف الكلام. يبقى الماضي يؤكد بلقد. الماضي يؤكد بايه؟ بلقد. شوف الكلام. اكد، اجيب لك فعل ماضي اقول لك اكده بالنون، تقوم كاتب جمله واحده، الفعل الماضي لا يؤكد بالنون. اسمع تاني، الفعل الماضي اسمع تاني، الفعل الماضي لا يؤكد بالنون. طب لو جبت لك، ما جبتش فعل ماضي، جبت لك فعل ماضي بس ما قلتش اكد بالنون، قلت اكد الفعل، ها؟ تاكده بايه؟ بلقد. صعب الكلام؟ اهو، فهم الطالب الدرس. جمله اهي، حد ياكدها لي بالنون، ها؟ لا تؤكد بالنون. طب اكد هذا الفعل واسكت، ها؟ لقد فهم الطالب الدرس. في صعوبه؟ كلام جميل. الفعل الامر، الفعل الامر يؤكد بالنون مطلقا. اسمع، الفعل الامر يؤكد ها؟ يعني بدون شروط. انفق على الفقراء، انفقنا على الفقراء. شوف الكلام. اسمه بنفسك، اسمونا بنفسك. الفعل الامر يؤكد بالنون مطلقا يعني بدون شروط. اقتصد في النفقات، ها؟ اقتصدن في النفقات. تقوم حاطط بعده النون لانه يجوز، يجوز يعني مره ممكن تكتبه بالنون ومره تكتبه من غير نون. يجوز توكيده بالنون مطلقا من غير اي شروط ومن غير اي حاجه دائما وابدا. اسمه بنفسك، انا جاي فعل معتل وحط عليه ضمه، ممكن تقول لي التوكيد بالنون اسمه بنفسك برضه تحط عليه الضمه عشان ده محذوف العله، او تقول لي اسمونا بايه؟ بنفسك. في صعوبه الكلام؟ كلام جميل. الفعل الامر يؤكد بالنون مطلقا. اسمع، يؤكد ها؟ يؤكد بالنون مطلقا، مره تكتبه بنون ومره من غير نون، لان يجوز توكيده بالنون. يجوز ايه يا ابني؟ توكيده بالنون. اللعبه بقى ما كانتش ولا في الماضي ولا في الامر. عشان اجيب لك فعل ماضي واقول لك اكده بالنون، تقول لي لا يؤكد بالنون، او مديك درجتين، كلام فارغ. اجيب لك فعل امر واقول لك اكده بالنون، تقوم حاطط لي النون، كلام اتفه. انما اللعبه كلها كان يجيب فعل مضارع زي كلمه يعطي، ويقول لك اجعل هذا الفعل واجب التوكيد بالنون مره، وجائز التوكيد بالنون مره ثانيه، وممتنع التوكيد بالنون مره ثالثه. اول فعل هحله كله هيفتكر من سنه ثانيه وكله هيشتغل زي الفل. بص، واجب التوكيد، والله ليعطينا. اسمع، والله ليعطينا. تجيب والله قبل الفعل اهو بنات اللي ورا، والله قبل الفعل واللام قبل الفعل والنون.
يبقى يعطي ها؟ والله لا يعطين. اسمع والله يعطين. الشروط بتاعت سنة تانية: ان تجعل المضارع جوابا لقسم، من جبت قبله والله، ان يتصل باللام مباشرة، ما انا خليت اللام فيه متصلة، ان يدل عن حال والاستقبال، ما هو المضارع بيدل عن حال والاستقبال، يبقى يعطي ها؟ والله لا يعطين. الناس نايمة ها؟ والله يعطين. طب اللي جائز ما فيهاش والله، هل يعطينا وهل يعطي؟ اسمع تاني: هل يعطينا وهل يعطي؟ اديكم مره بدون ومره ها من غير نون. طب ليه مره بدون ومره من غير نون؟ عشان جائز. او اقول ها ليت يعطينا وليت يعطي، او اقول ها لعل يعطينا ولعل، او اجيب ناهي: لا تعطينا ولا تعطي. اسمع تاني: لا تعطينا ولا تعطي. او اجيب امر: لتعطينا ولتعطي. حد يقول لي ليه انا بكتبه مره بدون ومره من غير نون؟ ها طبعا كان في استفهام وليت ولعل والنهي والامر، بس العيال كلها في سنه ثانيه كانت بتحل، يقول لك بص خليني في المضمون، انا عايز احل بالاستفهام. اقول له مثلا يجتهد ها، هل يجتهدن وهل يجتهد، مره بالنون ها ومره من غير النون، يبقى انت خدت الواجب والايه والجاد. الممتنع بقى كان اسهل واسهل، فهم قايل مثلا على سبيل المثال: والله لسوف يعطي. اسمع تاني ها، والله لسوف يعطي. افصل بين الفعل واللام بالسين وسوف، والله لسوف يعطي، او اقول والله لسيعطي. اسمع والله لسيعطي، او اقول والله ليعطي الان، ليعطي وجود كلمة الان خليته يدل على الحال بس، ومن سمات المضارع وشروطه ان يدل على الحال والايه والاستقبال. او اقول والله لا يعطي، ده فعل منفي والمنفي لا يؤكد. مشكلتكم في سنه ثانيه والخطا الشائع بقى كان في سنه ثانيه ثانوي وبرضه في ثالثه، ان يحط للممتنع نون، وده اسمه ممتنع التوكيد بالايه يا ابني؟ بالنون. يعني الواد يقول لي والله لا سوف، اقول له جدع يعطينا، او مديله الجمله كلها غلط. والله لسا، اقول له جدع يعطينا، او مديله الجمله كلها غلط. يقول لي والله هحط الان، ماشي ليعطينا الان، او مديله الجمله غلط. كنت دايما وانت في سنه ثانيه الممتنع ما بيتحطلوش نون، كنت دايما اقول كده: الممتنع ما بيتحطلوش نون. اسمع تاني: الممتنع ما بيتحطلوش نون، الممتنع ما يتحطلوش نون. ها يلا حد يقول لي كده كلمه يجتهد، خليه واجب وجائز ممتنع. ها الواجب والله يجتهدن، طب الجائز هل يجتهدن وهل يجتهد؟ كمان حاجة جائز ها، ليت يجتهدن، كمان واحدة جائز لعل يجتهدن ولعل. طب انتوا في الجائز دي بتكتبوا مرة بنون ومرة من غير نون عشان جائز. طب الممتنع ها، والله يجتهد، مفيش يجتهدن. الممتنع ما بيتحطلوش نون. اسمع تاني: الممتنع اقول والله لسوف يجتهد. اسمع والله صح، او والله لسيجتهد، او اقول والله ليجتهد الان، او اقول شوف الكلام، شوف الكلام. يبقى انا بخليه ممتنع بحالات كثيره جدا اهو. امنع الكلام، امنع الكلام. اقول مثلا ينفق ها، ينفق على الفقراء ها، والله لينفقن على الفقراء. طب الجائز ها، هل ينفقن؟ طب حاجه كمان جائز: ليت ينفقن وليت ينفق. طب حاجه كمان جائز: لعل. طب الممتنع: والله لسوف ينفق. ايوه مفيش نون في الممتنع صح، او والله لسينفق، او اقول والله لينفق الان، او اقول. تلاحظ حاجه؟ تلاحظ حاجه؟ خلي بالك ان انا ساعات ممكن اضحك على الطالب اجيب له فعل فيه نون. فعل فيه نون ازاي؟ اجيب له مثلا كلمه يؤمن، اقول له خليه واجب وجائز ممتنع، فالواد يقول لي ده فيه نون اصلا، مش هزكى بقى، ده النون حرف اساسي في الفعل. والله ليؤمنن، هل يؤمنن وهل يؤمن، والله لسوف يؤمن، والله لسيؤمن، والله ليؤمن الان، والله لا يؤمن. الشغل عادي خالص. في صعوبه؟ اي سؤال؟ طيب اما اجيب فعل ماضي واقول لك اكدوا بالنون، هتقوم اكد بتاعته ايه؟ لا يؤكد بالنون. طب لو قلت اكد هذا الفعل وما قلتش بالنون؟ لقد. طب الفعل الامر يجوز توكيده بالنون مطلقا. اسمع تاني: يجوز توكيده بالنون مطلقا. اي صعوبه؟ طيب افتح كده الورق وهات